اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الفراخ المحمره من المطبخ المصري، المطبخ الريفي، لها طعم ومذاق خاص لما تكون جنب شويه ملوخيه، شويه رز مصري زي الفل. انا عايز اعمل فراخ محمره النهارده بالصلصه، حاجه كده بعد الفرخه ما تستوي وتتقطع نبدا ان احنا نحمرها وتاخد صلصه طماطم اللي هي الطشه، بيبقى طعمها حلو قوي على فكره، بناكل جلده الفرخه قبل اللحمه بتاعتها. معانا الايس كريم النهارده، وانا اتفقت مع حضراتكم من بدايه الاسبوع ان بمناسبه الحر وشده الحراره والجو اللي احنا فيه دلوقتي لازم نكسر من طريقه عمل الايس كريم ونعلم امهاتنا والمبتدئين في المطبخ بالصوره الحلوه اللي بتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى كانتالوب من خير ارضنا. هنعمله النهارده ايس كريم بطريقه بسيطه وسهله، وهخليكي تعملي اي نوع فاكهه انت نفسك فيه تعمليه ايس كريم، هو ده الموضوع. معانا النهارده كمان صينيه بطاطس بالبشاميل. كلنا عارفين البطاطس بناكلها مقليه مشويه، ناكلها جراتان، ولكن بطاطس بالبشاميل الحشوه جوه التوبنج لحمه مفرومه سجق سوسيس حسب الرغبه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره والحلقه دي فيها شغل كتير بجد. شوف مقاديرها على الشاشه، صينيه بطاطس بالبشاميل، المقادير على الشاشه، بطاطس معانا، حلو الكلام. اهي المقادير نشوفها مع بعض. صينيه بطاطس عينيه اهي، ده الصوره دي حلوه قوي اللي على الشاشه دي. ومعانا سجق او سوسيز وبصل وتوم والتوابل العاديه بتاعتنا، حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، مع بلانشه جديده وسكينه جديده، لان احنا هنا مش هنقطع ايه فراخ، هنقطع بطاطس، واكله مختلفه في الطعم وفي الشكل وكل حاجه. عندنا ميه بتغلي على النار، الميه دي حاطين فيها شويه ملح وتسيبها تغلي. حلو، خلونا نغطي الفراخ دي، بس مخرجنا مش عايزنا نغطيها بصراحه عشان الصوره حلوه، بس استاذنك طبعا. تعالوا مع بعض نشوف موضوع البطاطس دي، الشيف يعملها لنا النهارده ازاي. يعني ايه بطاطس بالبشاميل؟ ما البطاطس يا شفنا نشويات، والبشاميل يعني حاجه كده من الدقيق والزبده، اتعلمتنا كده. ايه الجديد في الموضوع؟ الجديد انك تصبر عليا وتشوف هنشتغل ازاي. هناخد البطاطس دي كده، بنقطعها شرايح زي دي كده، شرايح رفيعه بالشكل ده كده، كانك بتقطعها حاجه زي الشيبسي يعني، بس خينا شويه. حلو، مثلا الكميه بقى على حسب الصينيه اللي عندك، صينيه كبيره صينيه صغيره، يعني تقريبا كيلو من البطاطس، والسكينه بتاعتك تكون بالشكل اللي انا بقطع بيه ده كده. التقطيعه دي مهمه جدا على فكره، شفتي اللي هي عشان تستوي بسرعه. بعدين البطاطس دي لما بتستوي بقى ويكون التوبنج بتاعنا جوه لحمه مفرومه او سجق مع البشاميل، بتقلب على مكرونه بالبشاميل. الواحد ياخد خرطه كده حلوه مع طبق سلطه خضراء او طبق تبوله او طبق فتوش، تبقى اتعشت يا عم الشيف. قطعت البطاطس بالشكل ده كده، عند الميه بتغلى على النار، باخدها في الميه وبنزلها. تمام، دول كفايه اهو. اخبار الميه ايه؟ زي الفل. شويه ملح صغيرين، شوية فلفل صغيرين، وناخد البطاطس بتاعتنا دي كده، اسمها تشميعة سلق اهو، بحضرها يعني من الاخر. حلو، اللي انا بحط فيها دايما اصفى. البطاطس الصغيرة دي بتفرق معاك في المطبخ عشان لما تصفيها تطلع معاك كده. دي البطاطس. حلو، تمام، هسيبها على النار شوية وانا شغال بروق نظافتي اول باول. الفراخ على النار ما تقلقيش من ناحيتها خالص، بتستوي بتاخد وقتها. تعالوا نعمل البشاميل معانا جاهز، نجهز التوبنج. البشاميل بتاعنا احنا محضرينه علشان احنا بنعرف ايه اللي بياخد مننا وقت ونجهزه. بشاميل خفيف زي ده كده اهو، حليب دقيق زبده، حليب دقيق زبده او سمنه بلدي. البشاميل بتاع البطاطس حليب ودقيق وزبده، توبنج سجق او سوسيز، بس انا جايب سوسيز النهارده
السوسيس ده منه فيه بيف وفي منه تشيكن. البيف بيبقى لونه احمر والتشيكن لونه ابيض. هناخده زي ما هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقطعه كده. حلو؟ حاجة جديدة كده حلوة وسهلة لكل أم بتتابعني دلوقتي. جو حر ما تقفوش في المطبخ كتير. يعني طبيعي في أيام الصيف بنقلل وقفتنا في المطبخ ونعمل الأكلات السريعة السهلة، الأكلات الصيفية اللي ما بتاخدش وقت كبير، توابلها بتبقى قليلة لأن الصيف كده كده بيبقى فيه أكلات مميزة فيه، توابل قليلة، أكلات ما تاخدش وقت كبير. قطعت السجق أنا، بحط عليه يا عم الشيف شوية توم، معانا فلفل أخضر، فلفل أحمر، فلفل أصفر. ناخد الفلفل ده كده بتفاصيله أهو، وناخد كمان الفلفل الأحمر بتفاصيله. كل دولت في قلب الخلاط. دي الحشوة بتاعت البطاطس بدل اللحمة المفرومة. طب الولاد مش بيحبوا السوسيز اللي باللحمة، جيبي لهم اللي بالفراخ. ممكن السجق البلدي يقوم بنفس الدور؟ ممكن. كل دول في بعض كده اي زي الفل. وهنشغل الكبه بتاعتنا. الله، كله مع بعض. يلا توكلنا على الله. هنشوف كده الدنيا، نقلبهم كده ونجيب اللي تحت فوق، ده الطبيعي. بقى عندي خليط لطيف وجميل، في فلفل، في سجق، في سوسيز اهو، واتاكد ان انا افرمه كويس كمان. اتاكد كمان كده، حلو قوي زي الفل اهو. بعد ما بنخلط الخليط ده يا عم الشيف بنعمل ايه؟ زي ما هو كده بنحضره مع البطاطس. هناخد الخليط ده كده ونشيل دول نخليهم على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب الكسرولة بتاعتنا بتاعت البطاطس اللطيفة دي كده ونشتغل في الكاسرولة بتاعتنا. البطاطس اخبارها ايه؟ زي الفل. هو ده الشكل اللي انا عايزه. دي بطاطس اتسلقت نص سلقه زي ما هي كده. باخد نصها كده في قلب الصينيه. الله، حلو. خلي النص التاني جنبي، هيعمل إعاقة مش مشكلة. اهوت هنسويها كده بالشكل ده كده. اخد الحشوة اللطيفة الحلوة دي هنا، يا رب تكون اتفرمت كلها، وانزلها هنا كده. شفت بقى ازاي اهو؟ كبار السن الاطفال الحلوين ياكلوا منها، الصغيرين ياكلوا، الصغيرين ياكلوا منها. ده سجق ينزل كله كده ونسويه كده على وش البطاطس. انا بجيب لك اكلات بسيطه وسهله، ومش لازم يكون عندك لحمه مفرومه في المطبخ او في الثلاجه. شفت الجو ده كده؟ باخد الروزماري ده كده واحطه هنا كده، واخد الوش التاني من البطاطس. الله، وارصه كده واحده واحده. حلو. شفت انا سالق البطاطس في مصفى؟ نفس الطريقه تشتغلي كده. ولازم تحطي شويه زيت وشويه ملح مع سلق البطاطس، علل ولماذا عشان ما تلزقش منك وتقفش منك في قلب الميه. وما تسيبهاش تتسلق كتير. أكلة أولادك هيحبوها، كبار السن هيحبوها، بما إن هي سهلة المضغ وسهلة الهضم، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات. هو الاختلاف بس
بتسأليهم عايزينها بالسوسيز اللحم ولا الدجاج، تبقى لطيفة بقى. على فكرة أشيل ده خلاص ما فيهاش، زي الفل يا عم الشيف. تعالوا نشوف البشاميل أخباره إيه. ناخد البشاميل بتاعنا اللطيف ده كده، حلو. عايزاها بالجبنة، هتحط جبنة. الله، شفت الحلاوة؟ في أكلة زي دي من المطبخ الطلياني اسمها بطاطا آن. آن الأواني يا موازي، اسمها بطاطا آن، عبارة عن حليب وبطاطس وكريمة لباني وزبدة. كلها بتستوي بعضيها ببعضيها، ني في ني. شفت الجمال؟ كفاية. مش هحط الجبنة دلوقتي. جبنة بعد ما تستوي. زي ما هي كده بهزها هزة. الله. وديها ترواها بالمنديل ودرجة حرارة الفرن عند 180. اعملي الأكلة دي لولادك واسمعي كلامي، هتدعي لي. معانا الفراخ في طريقها للسوى. هناخد الصينية الحلوة دي يا عم الشيف. إيه الأخبار؟ هو ده الفرن جاهز أهي. صينية فيها تفاصيل كتيرة يا شفيق. فيها البطاطس، كربوهيدرات، نشويات، فيها بشاميل لطيف وجميل، فيها الحشوة من جوه، التوبنج سوسيز أو سجق دي المسمى بتاعه، مخلوط في الخلاط مع توابل. هندخلها الفرن أهي. ايه الحلاوه دي؟ يلا نظره الوداع للابداع في المطبخ. اقفل اقفل يا سمسم على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ بالله عليك الصوره تعني مليون كلمه ولا لا؟ جواها. اطلعها لك كمان شويه بره، انا عارف ساعدك. شوف، لا شوف التفاصيل، فيها سجق سوسيز، تقدر تحط فراخ او لحمه، البطاطس الخدت طبعا سلقه نص سلقه، والبشاميل. ايه الحلاوه دي؟ شوف جيب لي التفاصيل وهي بتغلي كده. ايه الحلاوه دي؟ طلعها طلع. ايه عايز الصراحه؟ عايزه في حته كده عايزه تحمر شويه. بالامان الحته اللي جوه اللي على اليمين اللي من ناحيه القلب. البطاطس بجد صوره حلوه، خدت اللون، خدت الحمار زي ما حضراتكم شايفين. حطيت الجبنه طبعا في الفاصل عشان خدت اللون بالشكل ده كده. طبعا بيبي في وقت نحط الجبنه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع حب، تحتها خط كل يوم من مزبيرو.